إذا ننتقل إلى العقبة مع مراسلة المملكة صفاء الخوالدة. أهلا بك معنا صفاء، كيف يبدو الوضع في ظل حظر التجول الشامل اليوم في العقبة وقبل أيام من فتح العقبة وإعادة الحياة إليها بشكل تدريجي؟ الانتصار، يوجد التزام فعليا من قبل أبناء محافظة العقبة بقرار حظر التجوال، ولكن كان هنالك خروقات لما يقرب من 6 أشخاص ومركبتين بحسب محافظ العقبة غسان الكايد، وتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص والمركبتين من قبل الأجهزة الأمنية. يوم أمس كان هنالك مناشدة من قبل الجهات المعنية، سواء محافظ العقبة وسلطة منطقة العقبة الخاصة، ناشدوا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال في قصبة العقبة. لربما قصبة العقبة يتواجد بها أكثر من 12 تجمعا سكنيا، نتحدث عن عدد من المواطنين بالإضافة إلى قرى محافظة العقبة، منطقة وادي عربة وديسا وجويرة، بالإضافة إلى القرى الأخرى. كوادر مديرية الدفاع المدني تعاملت منذ بداية الحظر ولغاية هذه اللحظة مع ما يقرب من 58 حالة إسعاف عام وأربع حالات لغسيل الكلى. يتم نقل هذه الحالات من قرى محافظة العقبة باتجاه القصبة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. طبعا الجدير بالذكر بأن خلال الأسابيع الماضية كان هنالك أثناء فترة حظر التجوال كان هنالك وقف للعمليات المينائية، ولكن هذا الأسبوع نتحدث عن استمرارية حركة تفريغ البواخر القادمة للمملكة، نتحدث أيضا عن استمرارية قطاع الشحن بنقل حمولة هذه البواخر القادمة للعقبة إلى وجهتها النهائية في المحافظات الأخرى. هذه العمليات التي أيضا تستمر عمليات التخليص الجمركي، ومن ثم تذهب هذه البضائع إلى الوجهات النهائية في المحافظات الأخرى، كذلك الأمر بما يتعلق بصوامع الحبوب. سلطة منطقة العقبة أصدرت كتابا يتعلق باستمرارية عمل شركة ميناء حاويات العقبة واستمرارية حركة المنشآت الاقتصادية الهامة التي تستوجب طبيعة عملها ألا تقف أعمالها. نتحدث عن رسوب بواخر على أرصفة ميناء العقبة، ونتحدث أيضا عن استمرارية العمليات والحركات المينائية الصادر والوارد في محافظة العقبة على مدار هذين اليومين دون أي توقف يذكر لهذه العمليات. يوم أمس كان هنالك إخلاء لما يقرب من 16 شخصا من منطقة الحجر الصحي، وسوف يتم استئناف عمليات الإخلاء يوم الأحد القادم. طبعا هنالك عدد من الإجراءات المخففة التي سوف تدخل حيز التنفيذ في محافظة العقبة يوم الأحد في تمام الساعة 10 صباحا، ولذلك كان هنالك لغاية يوم أمس ليلا كان هنالك تباحث واجتماعات ما بين سلطة منطقة العقبة الخاصة ومحافظ العقبة بشأن هذه الإجراءات وكيف فرض السيطرة من خلال الرقابة على الأسواق والمنشآت العاملة في المحافظة. ونتحدث أيضا بحسب ما أكد لنا رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة المهندس نايف البخيت عن إعطاء صفة الضابط العدلية للفرق التي سوف تمارس الرقابة على الأسواق في مدينة العقبة، وسوف يكون هنالك سيطرة على الأوضاع بشكل عام في المدينة بدءا من يوم الأحد بعد أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في المحافظة. شكرا جزيلا لك صفاء الخوالدة مراسلة المملكة في العقبة.